فكنت الاول بدات العب كره قدم يعني، طيب كرة ولكن انا لعيب كره يعني ولعيب جامد جدا كمان وممكن كمان يعني لو تديني الفرصه بس يعني موسيماني يكتشفني بقى والعب ماتش كده مع ما لعيبه النادي الاهلي يا يعني. ربي اكيد اكيد انا بدعم ده، بص اكيد هندعم ده واكيد ده طلب كابتن ريح عامه ان هو يكون بيتسو موسيماني يكتشفه، دي حاجه مهمه جدا. نكمل.